الناس. مشاهدي قناة شوف تيفي سبحان الله، لأول مرة كنشوفوا على المباشر حمامة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما عندهاش رجيلة ديالها، واللي كتشوفوها معنا على المباشر أحيانا كتطير وأحيانا كترجع للبلاصة. ماشي هذه وحدة أخرى كانت معها، راه بدينا بها البث المباشر. مشاهدي قناة شوف تيفي لأول مرة تنشوفوا حمامة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبحان الله ما عندهاش رجيلة، عندها غير رجيلة وحدة، ربما ترجع بعد قليل. هي لا شي هادي مشات، هذيك اللي مهرسله رجليها كترجع بزاف لتما. غتشوف واقفه تجي، عارفه كتعطيها الماكل هذاك الشيء، اش كترجع؟ اه بصح خليك معايا، اخ انا جايه عندك بلاتي. تكلم لي عليها انها كتعطيها الماكله. لا انا شنو كترى هاد الحمامه؟ اول مره انا كنشوف حمامه ما عندهاش رجل، انت كتعطيها الماكله، علاش انت بالضبط تعطيها هي؟ علاش كنعطيها الماكله على ود ما عندهاش رجل؟ بقات فيها ديك الرجل، ضغط معنا ديك الرجل. قلت لي الله يخليك، بقات فيك انها ما عندهاش رجل، سمعتك انا اللي ثار الانتباه ديالي، سمعتك كتقول السيد انا كنعطيها حيت هي ما عندهاش رجل، بقات فيها. اول خطره شتها هي هذيك كنعطيها على ود ديك الرجيله معنا. هذه اول مره كتشوف حمامه؟ لا كنشوف اول خطره، ولكن هذيك الا كنضامن على ود ديك الرجيله ما عندهاش، كنضامن معاها. دابا كتشوفني كتجي عندي هي، كتشوفني كتجي عندي، فما كتجي عندي. شنو كتعطيها الزرع؟ كنعطيها الزرع، نعطيها كوكو، نعطيها الذره، الحماص، كلشي كتاكل. فين قلت لك انت شتي شي حاله بحالها؟ كتشوف بزاف الحالات، كنشوف حتى في الحمام. وشنو وشنو تيقطع عليهم داك الشيء؟ السبيب، حيت ما كاينش ليها المعالجه، كيكون السبيب كيدور على الرجل، كتقطع على الرجل ديالها. وهذيك ملي شاف ديك الحاله بقات كتضامن معاك، كتشوفني كتجي عندي. سبحان الله، اجرك لله. لله، كشف سامي. قلت لك قال لك وراه عياو الناس ما يعطيوهم ولا شي حاجه بحال هكا، قلت له في سبيل الله. اه تنعطيها، الا ود ديك المعاقه كنعطيها. يعني الاخرين يقدروا، انت شوفهم الاخرين يقدروا انهم يقدروا. تما راه ولفوا، تما هما تما ولفوا كيجوا على ود ديك المعاقه، تما هما ولاو تولفوها. دابا هادو دازوا في راس المعاقه هادو. دابا هاد راه يعني على طريق على طريق المعاقه. تيقول لك علاه. باش يقول لك اه دابا ما يمكنش يدوز على واحد صحيح، واحد معاق مدوز معاه حتى ذوك الصحاح. كيقول لك لا عطيني على وجه من ندوزو. انا ادوز على وجه المعاق. وانت ما تعرف رزقك. رزق فيه الله سبحانه وتعالى، رزق فيه الله. يعني بغض النظر على ان الامكانيات عندك محدوده، ولكن قلبك كبير، تشوف شي حاجه ما يمكنش غادي تشوف شي حاجه ما يمكنش تسمح فيها. ربي غادي يعوض. هذاك الشيء اللي كان الله تيعطي الرزق، ماشي هاد الحمامه من الصباح وهي هنا؟ لا مده، هذه مده تقريبا دابا شهر 4 شهور ولا 5 شهور باش كنوكلها. وشهر ديال رمضان ريحته كامل، ما كنجيش بنهار. كتكون الخدمه في الليل وما كنشوفهاش، والنهار اللي جات لعندي سبحان الله شهر ما شفتهاش، والنهار اللي جات في رمضان كنخدم معها في الليل، والنهار اللي جات لعندي سبحان الله، جات هي شافتني وجات لعندي. دابا كتعرفك صافي، تعرف ما كت صافي كنجيك ولا اله الا الله، ربي كبير. لا اله الا الله، يلا شكرا. الله يحفظك، الله يسهل عليك، الله يجيبك التيسير. شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف ما شفتوا معنا على المباشر لاول مره تنشوفوا حمامه من ذوي الاحتياجات الخاصه، واللي كنشوفوا هذا السيد جزاه الله بخير كيعطيها الزريعه او تعطيها الماكله، كيقول بحكم انها مريضه فانا كنحن فيها لانها ما عندهاش رجيله، يقدر الحمامات الاخرين يقدروا عليهم يقلبوا على راسهم، ولكن هي رزقها بين يدين الله ويديه هو، فالله يجازيه بخير.